اغتصاب السيدة التي تم اغتصابها من طرف ستة أشخاص، شهود هادو شهود عيان كانوا حاضرين الوقيته اللي كان جاء المتهم الرئيسي في حالة سكر، وكان كي غوات وكي سميتو. نخليو تصريحات السادة الحراس ديال الأمن ديال الإقامة، هما اللي غيقدموا لينا التصريحات ديالهم وشنو وقع في هذيك اللحظة. تفضل أستاذي، الصفة والسمية. السلام عليكم، اسمي عبد الصمد حنوش، كحارس ليلي لهاد الإقامات. بالنسبة للمشكل اللي وقع نهار الجمعة، السيد عادل يعني جا من هالجهة، يعني كيغوت وكيسب في حالة سكر يعني، ودخل الحرم ديال الإقامات، دخل يعني فات البريار، ما دخلش مثلا للدار ولا يعني، دخل البريار وقف انفاس مع الدار ديال، ما طلعش حتى الباب ديال الدار مثلا ديال، وقف انفاس مع الباب ديال الدار. مع الباب ديال الدار ديال السيده. بقى كيغوت ويسب. جيت انا التحقت به قلت له خويا اش وقع؟ قال لي خويا هاد السيده هذه راه ظلماني وباغا تدخلني للحبس، وراه يعني عنده مشكل معها. جيت انا عنكت بحال ما هكا وخرجتو. يعني منين عنكتي وسميتو يعني ما كانش هاز شي، ما هاز لا جنوي لا، ما هاز سيف شي ساطور، ما هاز والو في يدو، ما هاز حتى حاجه، هاز قرعه كوكا خاويه فيها شويه الماء، هادشي اللي هاز. من بعد خرجناه بدون مقاومه، بدون يعني عنف، بدون. هو شنو كان كيهدد كيقول لها غنقتلك يعني لا كيسب يعني كيسب كيعاير كيسب وكيعاير فقط. من بعد يعني خرجناه مشى في حالته، من بعد مشى في حالته شويه رجع هذيك الساعه يعني دخلت الدرك الملكي، هو اللي دخل. عيطوا للدرك الملكي ولا هما اللي هما اللي عيطوا له؟ حنا ما عيطناش، الناس اللي عندهم مشكل هما عيطوا. اما بالنسبه للجنويه ولا السيف ولا، راه ما حمل حتى حاجه في يده، وهذه الشهاده اللي كنأكدها من هذا المنبر، للشهاده اللي شهدت بها عند الدرك الملكي في المحكمه، باقي ما وصلناش المحكمه، عند الدرك الملكي. انا اؤكد شهادتي عند الدرك الملكي من هذا المنبر بان السيد راه ما هز لا جنوي لا والو. انت كنت بوحدك ولا كانوا معك؟ كنا انا والحارس صاحبي، هو معايا الصديق ديالي حتى هو، وراه ممكن حتى هو نعم ممكن. تفضل. ايه معكم شي وحدين عادي مثلا؟ لا، ممكن معنا حتى واحد، كنا بجوبينا تقريبا. الوقت 12:30 حتى الوحده ديال الليل، وهذا الشيء هو اللي كاين يعني. وكانوا الجيران كيطلوا، كانوا الناس كيشوفوا. انا ديك الساعه انا ملهي معاه يعني، شادوا خرجوا، ما رديتش البال للجيران ولا والو. من بعد خرجوا الجيران وخرجوا. هما كيقولوا بان كاينه الكاميرا شاداه، بانه ها جنوية اخويا ما كاينش، انا هو اللي شديته. انت كتقول بانه شتي بعينك ما هز حتى شي حاجه؟ ما هز حتى حاجه اخويا، هادشي كنأكدوا امام الله وامام الملأ. واش كاينين الكاميرات هنا سيرفيونس ديال؟ كاينه واحد الكاميرا والله اعلم، كاينه كاميرا الفوق. ما كاينش كاميرا ديال الاقامات؟ لا، ما كاينش الكاميرا ديال الاقامات. بالنسبه للاخ الاخر ممكن تحق بينا؟ تفضل. مرحبا. واحد القضيه لا. يعني اللي بغات نضيفها، يعني ملي شديته انا يعني بدا كيبكي وكيغوت. اش كان كيقول ملي كيبكي؟ كيقولها يعني بغا دخلني للحبس، بغا تفرقني على ولادي، بغا دير لي يعني، بغا يقول لي اخويا راني مظلوم، راني فهمت؟ نعم. هذا هو الشيء اللي كاين. اما السيف ولا شي حد، شي حاجه سد حد شي سلاح، ما عنده لا سلاح ولا والو. يعني لو كان عنده سلاح ما كاين لا تهديد لا والو. لو كان عنده سلاح ما غنشدوش انا هكا ونخرج. انت براسك غتخاف لي فيك تهور ولا بطبيعه الحال؟ لا، لان ما عنده والو يعني. السيد خرجنا بكل سهوله، بكل يعني، هذا هو الشيء اللي كان. كانت الحاله ديالو سكران يعني؟ كان سكران يعني، كان سكران. تفضل استاذ الصيفه. كان سكران. اذا كان هذا الشيء اللي كاين. وشكرا. تفضل خويا. تفضل. السيارة. تفضل. السلام عليكم، معكم عبد الهادي حارس أمن إقامة الحلو. أنا اليوم كنوجهو الشهادة ديالنا أمامكم في على قناتكم. مرحبا. أنا سمعنا في بعض القنوات أخرى أنه بعض التصريحات خرجوا بأنه إحنا كحراس أمن
خرجنا الملقب او بخيمه، خرجناه انه كان حامل السلاح. يعني بعد التصريحات ديال شي الناس قالوا بانه حنا شفنا بانه خارج بالسلاح او بالسيف او هادشي ما كاينش. ما كاينش القضيه ديال السلاح، يعني ماشي لا سلاح ابيض ولا سلاح اسود ولا اي شيء. اسمح لي نسولك، زعما ماشي شي واحد جا عندكم من طرف ديالهم هما طرف ديال 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 بخيمه وقال لكم مثلا باش تشهدوا هاد الشهاده ديال راه ما كانش هاد السيف ما كان؟ لا لا لا، ما كيجي العائله ولا انا شو كنقول الحقيقه ونتحدى اي واحد موجودين حتى الكاميرات، يعني انا موجودين الكاميرات تما نتحدى اي واحد. ما كاين لا سيف، ما كاين حتى لا سلاح ابيض ولا اسود، ما كاين حتى شي حاجه. كان تدخل لانه يعني كان في حاله هستيريه، يعني ما عندوش في الوعي ديالو، ما كانش في الوعي ديالو. بحال تاع هذا كان سكران سكران سكران، دخل داخل يعني فات الحاجز ديال الامن ودخل في الجرده. وكلمات ديال التهديد مثلا، شي كلمات اللي خاطئه؟ ما نكذبش عليه، كاين السب والشتم. يعني انا الدور ديالي انا ما غاديش نبقى نركز اشنو كيقول ولا شنو كيدير ولا يعني السب والشتم كاين. خاصك تمثل الامن. الامن خاصني نحاول ما امكن انه باش نخرجوا من الاقامه. نعم ماشي غنبقى نتسنى اشنو كيقول او لا. السب والشتم كاين يعني كاين. وكان شي تجاوب منها هي؟ قال لك حتى هما كيقولوا على انها كانت في الشرجام وكانت اي خرجت من الشرجام. يعني سمعنا الصوت ديالها كتقول بان شهدوا الجيران كذا كذا، يعني سمعت الصوت. انا حتى انا تكلمت معها قلت لها غير دخلي. من بعد هي خرجت هنايا هضرنا معاها، ومن بعد تم التدخل ديال رجال الدار. اللي هنا هو كان مشى في حاله ولا كان باقي؟ كان مشى في حاله. يعني خرجناه زيدنا القدام لهي حتى لهي، ومن بعد عاود رجع لينا عاود دخلنا ثاني. من بعد زاد في حاله، عاد تم التدخل ديال رجال الدار. كما لك جاو اعتقلوه من هنا او لا جاو ما لقاوش؟ لا ما كنظنش بانهم اعتقلوه، لان كنظن جاو 100% جاو ما لقاوش، لانه من بعد ما لقاوش. خذوا هانيه، هانيه خذوا الاقوال ديالنا، لان احنا خرجناه بعدنا على الاقامه. هذا هو الدور ديالنا، ان احنا نخرجوه من الاقامه. نعم. ما نبقاش نركز انا شنو كيقول، اما السلاح ابيض ولا ما كاين حتى شي حاجه من هادشي كامل. التصريح اللي قلتي قبيله بانه كيقولوا بانه عنده سيف، وكاين فيديو كيقولوا بانه كاين فيديو ديال الاقامه. نتحدى اي شخص معنا في المحكمه، نتحدى اي شخص انه يجي بانه عنده شي سلاح ابيض او سيف، نتحداه في المحكمه في اي شهاده. هذه شهاده لله، نمشي في نوصل معاهم، لان كما شهدت ليها حتى هي، يعني الجندار مشات تما للدار الملكي، داك الشيء اللي وقع نشهد حتى بانه باش تقول. لانه كان سيف انا اولا نخاف على راسي، يعني ما كاين لا سيف لا موس، ما كاين حتى شي حاجه. قرعه ديال كوكاكولا صغيره فيها الماء، كنظن بانه غيكون شراب ولا شيء. واحد سؤال اخر، انتم هذا الشخص هذا كتعرفوه يعني؟ نسيت ما قلتش، انا لا علاقه لي نهائيا. نعم أول مرة في حياتي كنشوفه. تفضل حداها أستاذ، تفضل حداها. أول مرة حتى في التصريح ديالي أمام الدرك الملكي كيقول لي بخيمة، كنقول لي اسمح لي الشيف أنا ما شكون هاد بخيمة؟ يعني ملي قال لي شفتي أنت بخيمة كنقول لي شكون هاد بخيمة؟ هما عارفينوش، هما ما كنعرفوش نهائيا. أول مرة كنشوفوا هذاك الشيء ديال عندنا لهنا. ما باش تقول سهام، سهام هي إيه كنعرفوها، لأن هي من الساكنة كنعرفوها، كنعرفوا الأب ديالها، كنعرفوا العائلة ديالها. أما بخيمة نهائيا ما عمرنا تلاقينا، ما كنعرفوش نهائيا. أنا أصلا من مدينة أخرى، ماشي ولد محمد يعني. والشهادة كنشهدوها لله في سبيل الله، بدون إكراه ولا ضغط ولا مساومة ولا أي حاجة. هذه كنشهدوا بها أمام الله وأمام الملأ. بأن السيف أو السلاح غير موجود تماما. عند رجال الدرك كيف ما نقولوا حتى ضد المتهم اللي هي كتهمه وكتقول حنا داك الشيء لا علاقة، حنا ما عارفينش دار ولا ما دار، الله أعلم، حنا ما عارفينش. الله أعلم داك الشيء كيشوف الملف عن القضاء يعني القضاء ولا غيقول كذا. جات تهجم، جات دخل الإقامة، جات دخل الإقامة إيه، دخل خرجناه هاز شي حاجة ماهاش نهائيا. هاز القرعة ديالو في حالة السكر. القضية ديال الإنسان مثلا كيكون في حالة عربدة، أنتم مولفين بحال هاد الأمور. لا لا لا، شي واحد دخلوا تخرجوا. سيكيورتي كاملين في المغرب كاملين، ضروري ما كيلقاو هاد المشكل. ممكن تلقى حتى واحد من الساكنة، يعني كتجي كتلقى سكران هو من الساكنة، كتحاول ما يمكن تحاول تدخلوا لدارو. يعني أنا أصلا بخيمة ما عرفتوش كيسحب لي، أنا أصلا من الساكنة. نعم. من اللي دخل أنا ما عرفتوش. تدخل الصديق ديالي جدو عنقو، عاود عنقتو انا، وعاد بقينا خرجناه. ما استعمل معنا لا عنف، ما ضربناه، ما حتى شي حاجه. شكرا.